ثم انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الخطر العظيم. كثير من الناس يستغرب عندما ينكر أهل السنة على البدع. البدع شأنها خطير، فالذي حصل من قوم نوح طريقة في الوعظ مبتدعة. قف عند هذا، طريقة في الوعظ مبتدعة، وهي أن ينظر إلى صور العلماء فيتعظ بها وينزجر عن المعاصي ويتحمس للطاعات. هذه طريقة في الوعظ مبتدعة. ابن تيمية سأله شخص قال: عندنا رجل واعظ جمع مجموعة من اللصوص وقطاع الطريق وقطاع الصلاة وشراب الخمور، وأصبح يأتيهم بقصائد شعرية ينغمها لم تنغيما، يعني أعيد. فتاب من تاب منهم، وصلى من كان لا يصلي، ومن كان يقطع الطريق ترك قطع الطريق، ومن كان يسرق طريق كالسرقة إلى آخره. قال ابن تيمية في عدة صفحات بدأها بقوله: هذا جاهل بطريقة هداية الناس، هذا جاهل بطريقة هداية الناس. وتكلم عليه كلاما كثيرا وسرد الآيات في ذلك والأحاديث، وإن شاء الله لا بأس يمكن أن نقرأه في وقت آخر. الشاهد أن قوم نوح أتوا بهذه البدعة، طريقة في الوعظ مخترعة، غرست هذه البدعة شركا بالله. نبي من أولي العزم من الرسل يظل 950 سنة يريد أن ينتشلهم من براثين هذه البدعة ما استطاع، لا لعجزه ولا لضعفه ولا لتقصيره ولا لعصيرته في الدعوة، ولكن السبب أنهم عتاه عتاه. الله عز وجل ذكر قوم عاد وما هم فيه من الطغيان وإجسامهم الكبيرة، قال: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. نعم، وعندما ذكر نوحا قال: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. تعب ضجر جاه الكرب 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. السبب كله بدعة، وتأتي تقول: لأن ليش تكلموا على البدع؟ انظر إيش فعلت، انظر البدع ماذا فعلت، ما أتت بقليل. نعم، فلهذا ينبغي أن يعلم خطر البدع، لا يستسهلن أحد بالبدع. بعض الناس يظن أن القضية مجرد تعبد يريد التقرب إلى الله، يريد الخير. كلا، ما في هذا بارك الله فيكم إلا الشر، البدع ما فيها إلا الشر.